بالنسبه للاشغال ديال المركب الرياضي العربي الزاويه اشغال انتهت، يعني اليوم كاين لمسات الاخيره في بعض الامور اللي متعلقه ببعض التجهيزات الضروريه من قبيل التجهيز ديال قاعه الندوات، من قبيل يعني المساله ديال الكاميرات والسيستم ديال لي كاميرا، يعني في لمسات الاخيره اشياء اللي غادي تكون في غضون يعني الايام المقبله. المقابله اللي غادي تكون يوم السبت هي مقابله وديه بدون جمهور بناء على الطلب ديال 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 النادي ديال الرجاء، وبناء على يعني لو شوا اللي دار في الناحيه ديال الاورغانيزاسيون. بالنسبه للجنه ديال الكاف غادي تزوروا يعني في غضون يعني الايام المقبله، وان شاء الله الرحمن الرحيم العمل جاري باش انه يحظى بالاعتماد من طرف اللجان ديال الكاف باش يمكن يحتضن المنافسات ديال الكاس افريقيا سواء ديال الرجاء سواء ديال 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 الوداد. وكيف ما قلتوا بانه الملعب راه غادي يحتضن يوم السبت مقابله اللي هي وديه، مقابله بين الرجاء والنادي ديال العين، وان شاء الله المركب الرياضي العربي الزاولي غادي يكون يعني مؤهل باش يقوم بواحد الوظيفه مؤقته في انتظار افتتاح ديال الملعب ديال المركب الرياضي محمد الخامس، وغادي يكون جاهز لان التاهيل ديالو جا في اطار يقوم بهذه الوظيفه هذه المؤقته للنادي الرجاء والوداد باش ما يبقاوش يلعبوا خارج مدينه الدار البيضاء، وكذلك يكون جاهز لاحتضان يعني التدريب ديال المنتخبات لا على المستوى ديال كاس افريقيا ولا على المستوى ديال كاس العالم ان شاء الله الرحمن الرحيم. وبالتالي راه هو يعني شبه جاهز، غدا غادي تكون زياره يعني، وان شاء الله في هذا الاسبوع هذا يكون تسلم ديال الاشغال ديالو بصفه يعني نهائيه، ونتمنوا انه يتم المصادقه عليه باش يمكن حتى المقابلات القاريه انها تجرى فيه يعني في هذه السنه هذه ان شاء الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للمركب الرياضي محمد الخامس يعني الاشغال الوتيره ديالها غدا بشكل متصاعد وبشكل متوازي. الاجل المقرر هو نهايه ديسمبر من السنه الحاليه. الحمد لله اليوم الاشغال قطعت واحد الاشواط كبيره وبدات كتبان المعالم ديالها على جميع المستويات، سواء على المستوى ديال البنايه الخارجيه اللي غادي تكون يعني من اجل يعني تسهيل الولوج الى 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 المركب، سواء على المستوى المدرجات، سواء على المستوى ديال الاناره، سواء على المستوى مستودعات الملابس اللي تقدمت الاشغال بواحد الشكل كبير، العشب كذلك انطلقت الاشغال ديال التهيئه ديالو. بالنسبه للمسبح والقاعه كذلك انطلقت الاشغال اللي هي متواجده تحت المدرجات، وكذلك الملعب الملحق اللي هو يعني لانكس هو بدات فيه الاشغال. وبالتالي ان شاء الله الرحمن الرحيم يعني غادي يكون الملعب يعني في اواخر ديال ديسمبر من السنه الحاليه غادي يكون جاهز، ومطلع السنه المقبله ان شاء الله يفتح الابواب ديالو من اجل احتضان ديال المقابلات. كنزوروه اسبوعيا يعني بالرئاسه ديال السيد الوالي اللي كيتبع هذه العمليه هذه بشكل مباشر. مشكورا مع كافه المتدخلين، لا سلطات محليه ولا مجلس يعني منتخب ولا شركه ديال سونارجيس ولا الوكاله الوطنيه للاشغال يعني العموميه. الحمد لله الامور في المركب الرياضي محمد الخامس ماشية بواحد الشكل جيد، وغادي يكون يعني في الموعد وغادي يكون بالحلة اللي كيتسناها الجميع ان شاء الله الرحمن الرحيم.